فتحت البوابة الحديدية العملاقة والتي تفصل القدس عن مدينة بيت لحم للمرة الأولى منذ أكثر من 45 يوما، أي منذ انتشرت جائحة فيروس كورونا في الأرض المقدسة، حيث استقبلت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في 18 من إبريل النور المقدس القادم من كنيسة القيامة إلى مدينة بيت لحم. This is the first time that things happen like this. هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها أشياء من هذا القبيل. نتمنى أن يعود كل شيء في العام المقبل كما كنا نعيش من قبل. العديد من الناس ينتظرون هنا معنا النور المقدس، ورغم هذا الوضع الصعب للعالم كله يبقى هذا اليوم مميزا. يؤمن المسيحيون الأرثوذكس بأن فيض النور من القبر المقدس معجزة تحدث كل عام في كنيسة القيامة في اليوم الذي يسبق أحد الفصح، وفيه حسب الأناجيل أنار السيد المسيح على الجالسين في الظلمة عندما نزل إلى الجحيم وأخذ كل من كان على رجاء الخلاص إلى الفردوس. ولا يزال سبت النور يوما خاصا في مدينة بيت ساحور، حيث خرجت مجموعة كشافة النادي الأرثوذكس العربي والمؤسسات الكنسية في أجواء احتفالية بتوزيع النور المقدس على السكان، فما كان منهم إلا أن هللوا فرحا وابتهاجا بهذا العيد. اليوم نصلي للرب كما المسيح خلص العالم من خطاياهم، نصلي أن يخلصنا من هذا الوباء اللعين. كل عام وأنتم بخير بالرغم من كل الألم والمعاناة الذي يعيشه فلسطين جراء هذا الوباء، إلا أننا حاولنا يعني إطفاء نوع من البهجة والفرح والسرور مع أخذ بعين الاعتبار كل وسائل الاحتياط لكي يجوب النور شوارع مدينة بيت ساحور ونجنب الأهالي من زيارة الكنيسة لأخذ النور. وبعد الآلام يأتي الفرح، ومثل يسوع ننطلق من الصليب إلى القيامة، إذ لا وجع يدوم طويلة لأن معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. المسيح كام حقا كام حقا كام حقا كام